الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القدامة رحمه الله رحمة الواسعة: ما فعل بعلوم وعلوم صالحين فصل. ومن استعار فرسا ليغزو عليه ففعل، فسهم الفرس للمستعير. وبهذا قال الشافعي رحمه الله: لأنه متمكن من الغزو عليه بإذن صحيح شرعي، فأشبه ما لو استأجره. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن سهم الفرس لمالكه، لأنه سيدنا معلش ناس لا نعيد معلش ناس الله يفخر يا سيدنا خير التلخين. الله أنا أشكر فضلك الله. قال فصل: ومن استعار فرسا ليغزو عليه ففعل، فسهم الفرس للمستعير. وبهذا قال الشافعي رحمه الله: لأنه متمكن من الغزو عليه بإذن صحيح شرعي، فأشبه ما لو استأجر. قال فصل: ومن استعار فرسا ليغزو عليه ففعل، فسهم الفرس للمستعير. وبهذا قال الشافعي رحمه الله: لأنه متمكن من الغزو عليه بإذن صحيح شرعي، فأشبه ما لو استأجره. وهذه المسألة عظيمة جدا، نزاعها وين؟ وين هو النزاع؟ ونزاعه وين؟ محمد سهم الفرس صاحب لمالكي ولا؟ أنا ماشي، نزاعه وين؟ زول الملك. يا زول ماجد اليوم انت فاهم حضرتك، مش عايز اوصف وصف إيه. انت اليوم وليل نهار ماسك الام الموبايل اللي فيها الكتاب بيقرا العفريت الصغير. ما اسف انا ما كنت عارف التطور الذي وصلت اليه يا ماجد. ماشي يا استاذ اللي رفع ايده مين؟ محمود. سهم الرجل لمن حضر الجهاد ام لمالك الاصل؟ يا رب تكون صحيحه. مضمون او غير مضمون، يعني قاربت جدا. الاجابه كلها صريحه كانت عند هذا الولد، وانا عميت عليه عشان ما حدش يسمع. في ناس حراميه سامعينه فمش عايز انا اقول لهم اقوله، فاهم؟ الحقيقه في هذا الباب هنا ملك المنفعه ولا ما ملكش؟ ملك. النزاع هنا ملك المنفعه ولا ما ملكش؟ من ملك اذا فالسهم له. فلذلك هو عمل ايه؟ شبهه بايه؟ بالمستاجر. فهو بالاستعاره يملك المنفعه ولا ما يملكهاش؟ يملك المنفعة. فإن ملك المنفعة إذن يدور الأمر على ملك المنفعة. لذلك بأنه إذا فعل فسهم الفرس للمستعير، لأنه لما أعاره راضيا ملكه المنفعة في توقيت الاستعارة، فلما كان مالكا كان مستحقا للسهم. أشبه ما يكون بالمستأجر، والمستأجر أيضا يملك لأنه ملك المنفعة. لأنه ملك المنفعة. نعم. لا يضمن الاستعار. العارية فيها خلاف كبير جدا، وصحيح القول الوسط الذي يدين الله به: العارية مضمونة إذا اشترطت. قال نهبا غصبا يا محمد، قال لا، عارية إيش؟ مضمونة. فاشترط على أن يكون مضمونة، فاهم؟ وإن كان شفعية والحمية يرون أن العارية مضمونة، وصحيح أن المسألة هذا إرفاق. الإرفاق الضمان فيه عسر. فالصحيح على من قال بقول وتوسط وجه الشفاعة والحماية أيضا أنها تكون مضمونة إذا اشترط الضمان، فهمت؟ إذا فرط خلاص بقى هذا أمر آخر، ما فيش كلام فيه. تفضل. قال عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن سهم الفرس لمالكه لأنه من نمائه فأشبه ولده. وبهذا قال بعض الحنفية رحمه الله. وقال بعضهم: لا سهم للفرس، لأن مالكه لم يستحق سهما فلم يستحق الفرس شيئا كالمخذل والمرجف. قال بعضهم: لا سهم له. هذا شاذ هذا القول. هذا قال بعضهم: لا سهم له. هذا عجيب طبعا، عجيب جدا. الولد الثاني أحمد سهم المعيد وله وجهة في هذا الباب، لأنه المالك الحقيقي والسهم يكون للمالك. قلنا الملك هنا متجزأ، هذا ملك العين وهذا ملك ليش؟ المنفعة. وملك المنفعة هو التوقيت في القتال، فلذلك له السهم. نعم. سيدنا، هو سهم الفرس وراجع لمالكه. سهم الفرس لما يفعله في الحرب ولما ينفقه صاحبه عليه؟ لا، لما يفعله في الحرب. نعم.
للنكاية في الحرب في ذاك ما هنا الذي راكبه هو الذي يتحكم في هذا. نعم. قال ابو قدامة رحمه الله والأول وصح لأن فرس لأنه فرس قاتل عليه من يستحق سهما وهو مالك لنفعه فاستحق سهم الفرس كالمستأجر. وطبعا هذا ولأنه أتى يعني أتى بفائدته المطلوبة. ولذلك احنا قلنا بأن أصل الشريعة من أصل الشريعة أن من أتى بشيء لابد له من إيه؟ من مكافأته. وهو أتى بما عليه من مسألة إرهاب العدو ومسألة الإعمال في مسألة النصر فيكون حقه لا يضيع في ذلك. قال ولأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي للمستعير. أو شوف قال بمنفعته منفعته يقصد بها إيش؟ إرهاب العدو الإقدام وأيضا المساعدة الفارس على 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 أداة النصر. فلذلك قال هو سهم الفرس مستحق بمنفعته. ولذلك هم قالوا إذا كان فرقوا بين العربي الأصيل وبين غيره والهجين وفرقوا أيضا بين الهزيل وبين القوي الذي له الإقدام والأحجام. نعم. قال ولأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي للمستعير بإذن المالك فيها وفارق النماء والولد فإنه غير مأذون له فيه. مسألة النماء والولد هو غير مأذون له فيه إذا كان غصب مالا أو استعار مالا في هذا الباب وولده ما يكون له بل يكون للمالك قلنا أنه غير مأذون له فيه. قال فأما إن استعاره لغير الغزو ثم غزى عليه فهو كالفرس المغصوب على ما سنذكره. قال فأما إن استعاره لغير الغزو ثم غزى عليه فهو كالفرس المغصوب على ما سنذكره. يعني إن كان الفرس المغصوب له له سهم أم لا تفضل. وحق أنه حتى لو كان مغصوما فسهمه موجود لكن لمن يكون هذا هو تفضل. قال فصل وإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه نص عليه أحمد رحمه الله وقال بعض الحنفية رحمه الله لا يسهم الفرس وهو وجه لأصحاب الشافعي رحمه الله. قال بعضهم ما نقف عند هذا إن غصب فرسا فقاتل فهنا بعضهم يقول لا فرس له مطلق نهي يقتضي الفساد لأنه لم يكن على طريقة الشرع بقول الحنفية وجه عند الشافعي لأنه ليس ممن نصب الشرع له سهما صحيح ولا لا هم يقولون بذلك والصحيح في هذا الباب فأنه أن له سهم لأننا قلنا سهم الفرس منوط بمنفعته وجدت المنفعة لابد أن يوجد السهم يبقى النظر بقى هنا السهم لمن؟ لمن السهم؟ هذا هو. قال وإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه نص عليه أحمد رحمه الله وقال بعض الحنفية رحمه الله لا يسهم الفرس وهو وجه لأصحاب الشافعي رحمه الله وقال بعضهم سهم الفرس للغاصب وعليه أجرته لمالكه لأنه آلة فكان الحاصل بها لمستعملها كما لو غصب منجلا فاحتش بها أشهد مرة ثانية شيء معلش وقال بعضهم سهم وقال بعضهم سهم الفرس للغاصب وعليه أجرته لمالكه لأنه آلة فكان الحاصل بها لمستعملها كما لو غصب منجلا فاحتش بها أو سيفا فقاتل به. حقيقة هنا كلام فيه وجهة بيقول أما سهم الفرس فالغصب لأن الذي حركه للمنفعة هو من؟ الغصب. طيب وحق المالك فقال المالك له الأجرة في هذا الباب اللي هي أجرة احنا نقول له لو قلنا بهذا الكلام على عدل الشرع إيش؟ شوف أنت قاربت جدا هنا لا يقال أجرة المثل نفس ما قلت مش هبعيدك له سهم المثل سهم المثل له سهم المثل هنقول له الآن عدل ما قلت نعم الذي حركه للمنفعة والقتال والإقدام هو إيش هو الغصب فنقول إذن المالك يكون له سهم المثل ففي النهاية سنرد السهم لمن للمالك لأنه له سهم المثل ويكون الغاصب له الفرس ويأسم بما 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 فعل في هذا الباب. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنه فرس احنا بنقول الآن رجل قام بالمضاربة وكانت المضاربة فيها خطأ قلنا هذه مضاربة فاسدة. طب المضاربة فاسدة الرجل الذي عمل هذا العمل يضيع عمله قالوا له إيش لا أجرة المثل قلنا أجرة المثل هذه لا يكون فيها عدل العدل ما دامت مضاربة يكون له مضاربة المثل
طب افهمها لك تاني. اوجه المست هيبقى كله انت اشتغلت شهر، الشهر بقى ب 5000. مضاربه المست انت بتضارب بهذا المال بيربح العرف بيربح 50 فانت ليك 30 و20، فكله ليك 20 مضاربه المست. فهمتني كده؟ كده وضحت؟ واضح في المثال ده كان في المزارع في المالك بقى نفس الامر. احنا بنقول له الان، بيقول له انت الان الفرس لك فيه للمالك، يقول مالك هذا غصبه مني واستعمله ايش والنفع كان به، قلنا ممتاز، فيكون له أجرة المثل. أو يقول له شوف لو أجر فرسا بكم يأخذ في شهر مثلا، بكم ها؟ مثلا 5 بس عشان ما الإشكال، لو أجر فرسا للجهاد هنا دع خليها للعموم عشان نجيب له الأمر دوت، لأنه الغاصب ما غصبوش للجهاد وما قالش هنا اشتراط أنه غصب للجهاد، فهو له أجرة المثل. فنقول أجرة المثل ليس بعدل، لأنك هتبخص حقه هتبخص حقه فيما استخدمه، زي المضارب انت فيما استخدمت في تجارة الذهب، تجارة الذهب غير تجارة الجرجير، المربح في تجارة الذهب غير مربح في تجارة الجرجير، صح ولا لا؟ فنقول نعم. ايضا استخدام الفرس في شيء معين للسقيا ولا حتى لنفع العمال اجرته ليس كاجرته ايش في الجهاد، فيها غنيمة، وكان الفرس مقداما كانت تسبب في الغريمة، فنقول له إذن له سهم المثل، حقه سهم، ده العدل أن يأخذ سهم المثل. يبقى عن ذلك هنقول له يبقى السهم راح لمين؟ للمالك. رجعنا بالقول على التوجيه الشيء الفقهي كده ظهرت. أحسن الله. قال ابن خديجة رحمه الله: ولنا أنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم فاستحق السهم كما لو كان مع صاحبه، وإذا ثبت أن له سهما كان لملكه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمان، وما كان للفرس كان لمالكه، وفارق ما يحتش به فإنه لا شيء له، ولأن السهم مستحق بنفع الفرس ونفعه لمالكه، فوجب أن يكون ما يستحق به له. لو في إساءة أدب سنعيد هذا، أنا أجبت سؤال مهم شوية فسامحني. ولنا قال ولنا أنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم فاستحق السهم، نعم، كما لو كان مع صاحبه، وإذا ثبت أن له سهما كان لمالكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وما كان للفرس كان لمالكه، ففارق ما يحتش به فإنه لا شيء له، ولأن السهم مستحق بنفس الفرس بنفع الفرس ونفعه لمالكه، فوجب أن يكون ما يستحق به له. والحقيقة في هذا الباب أنا قلنا نفعه أيضا كان المتسبب فيه الغاصب، ولكن لاغتصابه إياه لم يأخذ، لم ينال منه شيء، نال ما فعل، أخذ سهما له، ولكن نفع الفرس كان على راكبه، ولغصبه منع، كأنه تعجل شيئا قبل أوانه، لغصبه منع، فكان الفرس كاملا لمن لمالك الذي هيأه وأنفق عليه فاستحق السهم. نعم. قال فصل: ومن استأجر فرسا ليغزو عليه. يبقى إذن المغصوب كما قلنا المغصوب الفرس المغصوب أصلا له سهم ولا ليس له سهم؟ على قول الراجح له، لما له سهم على قول الراجح؟ ليه قشطة لما له سهم على قول الراجح؟ عشان قشطة أنت هتشد عليك شدة، اتعامل مع الناس بأدب، اسمع مني الكلام عشان ما تنرفزنيش، ماشي؟ احنا انتهينا في مسألة وقلنا ما خلاص انتهى الموضوع، عايز ترجع في مسألة ترجع لصاحبها أو ما ترجعش خالص، صح ولا لا؟ لما يتبدل الأمر مرة ثانية ويحدث مسألة كهية مرة ثانية؟ لما انجز وانهي المسألة بأسرها في هذا الباب؟ جيد؟ هذا بقى الإجابة. لأنه قم بنفس الفعل، يعني أعمل في القتل، ماشي؟ نعم. لأنه لأهل القتال. لأنه مين؟ من أهل القتال. مين أهل القتال؟ الفرس. الفرس من أهل القتال؟ اطلع جنب الشيخ، اطلع جنب الشيخ، اطلع جنب الشيخ. انا دخلت جوه، معلش هو شيخنا رحنا ماشي ماشي شيخنا حيز يا اخوان، ليه ده حكم وضعي مثلا؟ قال هنا في الآلة، هو طبعا السؤال كان ايه؟ لما يستحق الفرس؟ صح، انا بنتكلم عن ذلك، اصل الفرس ليس آلة حقا، هي المسألة كلها في المنفعة، والفرس بيه المنفعة، والدلالة على كده، الدلالة على كده ايه؟
شوف بس شوف شوف الفهلوة جايبة معاه مش جايبة معاه. أن النبي أسهم له، أسهم له، نعم. سيدنا النبي جعل الرجل سهم والفرس سهمين، فمنفعة الفرس لما زادت أخذ سهم واحد. أنا كان عنه، أنا عايز دليل أنه له منفعة. الخيل معقود في نواصيها، وقال من أول بس خايف. الخيل معقود في نواصيها إيش؟ خيل ليش بقى معقود في نواصيها الخيل؟ للمنفعة مش للمنفعة. وليش فرقوا بين الهجين وبين العربي عند الحنابلة؟ ليش؟ هو هذا صحيح ولا لا؟ فأثره موجود، أثره موجود، لذلك أسهم له. لذلك قلنا إذا المالك الذي هيأه لذلك أنفق عليه فهو الذي يستحق الضر الذي يأتي عنه. نعم. قال فصل: ومن استأجر فرسا ليغزو عليه فغزى عليه فسهم الفرس له. هذا إجماع، لا يمكن أن يكون في خلاف في ذلك. إذا كان في الاستعارة قلنا الصحيح الرايح إيش؟ لا. له، لأنه هو الذي ملك المنفعة، هنا هو المالك المنفعة بالاستئجار. نعم. قال: لا نعلم فيه خلافا لأنه مستحق لنفعه استحقاقا لازما، فكان سهمه له كمالك. فهنا بالإجماع أن من استأجر فرسا ليغزو عليه بأن السهم له، والسهمان أيضا له، لأنه الذي ملك المنفعة وهو الذي حرك النفع في الفرس. قال فصل: فإن كان المستأجر والمستعير ممن لا سهم له، يعني امرأة أو عبد أو صبي، والعبد عندنا الراجح فيه أنه إيش؟ أنه من أهل القتال فيسهم له. ماشي. قال: فإن كان المستأجر والمستعير ممن لا سهم له، إما لكونه لا شيء له كالمرجف والمخذل، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أو ممن يرضخ له كالصبيل، فحكمه حكم فرسه على ما ذكرنا. حكم فرسه يعني إيش؟ يعني إذا كان للفرس سهم يكون له سهم، إن لم يكن له سهم لا سهم له، صحيح ولا لا في هذا الباب؟ فهو بيقول فحكمه حكم فرسه. طب هنا المستأجر أو المستعار في هذا الباب له سهم ولا ليس له سهم؟ له سهم. ها؟ إن قلنا ما في أقوال، إن قلنا له سهم يبقى إذن حكمه حكم إيه؟ يبقى إذن له السهم يكون له، لأنه المستأجر ولأنه إيش؟ المستعير، فيكون السهم له. وإن قلنا لا سهم له هو لا سهم له. يبقى إذن المسألة بيقول الفرس نظرا في سهمه هل على راكبه هو المؤثر أم لا؟ يعني راكبه هو الذي يحدد لنا يسهم له أم لا؟ فإن لم يكن يسهم له إذا لا يسهم للفرس، صحيح؟ الصحيح رايح في هذا، وقال حكم فرسه. يعني إذن لو قلنا للفرس سهم فهو يملكه، إن قلنا الفرس ليس له سهم إذا ليس له سهم في هذا الباب، والصحيح أنه له سهم. حكم فرسي، هو قال حكم فرسي. ليش؟ احنا الأول كنا نتكلم على حكم راكبي لأنه من أهل القتال وله سهم، أما الذي ليس له سهم هو ملوش سهم أصلا، فقال حكم الفرس. أنا أحكم في الفرس المستعار أو المستأجر له سهم وليس له سهم. احنا قلنا الراجح، وقال هناك روايتان، والراجح أنه له سهم. فيبقى إذن حكم فرسه على ما ذكرنا أنه له سهم، لأن الفرس له سهم، الفرس المستعار والفرس المستأجر له سهم، وسهمه للمستعير وللمستأجر فيرجع له. نعم. قال: إن غصب فرسا فقاتل عليه، يعني الصبي أو المخذل، اللي هو مش من أهل القتال. الأول كان الغصب من أهل القتال. نعم. وإن غصب فرسا فقاتل عليه أن يكون حكمه حكم فرسه، لأن الفرس يتبع الفارس في حكمه، لأن الفرس يتبع الفارس في حكمه، فيتبعه إذا كان مصوبا قياسا على فرسه. واحتمل أن يكون سهم الفرس لمالكه، لأن الجناية من راكبه والنقص فيه، فيختص المنع به وبما هو تابع له، وفرسه تابع له، لأن ما كان لها فهو له، والفرس هاهنا لغيره، وسهمهما لمالكها، فلا ينقص سهمهما بنقص سهمه، كما لو قاتل العبد على فرس لسيده. يعني هو في الخلاصة في هذا الباب بيقول غصبه وهو ليس من أهل ليش؟ القتال، هو ليس له سهم، هو يرضخ له. طيب، وهو مغصوب، يبقى عندنا نقصان داخلان على الكلام على السهم. نقول انه في روايتان اصلا للمغصوب، هل يسهم له او لا يسهم؟
أو لا يسهم له. فأنا قلنا الراجح بالنفع، إذا كان في نفع يسهم له. فقال إن يسهم له فإنه لا يرجع إلى غاصبه، إنما يرجع ليش؟ لما؟ لأن صاحبه في نقصان، نقصان، نقص الأول أنه ليس من أهل القتال، والنقص الثاني أنه غاصب، فيرجع لمالكه في هذا. نعم. قال ولو قاتل العبد بغير ابن سيده على فرس لسيده خرج فيه الوجهان اللذان ذكرناهما فيما إذا غصب فرسا فقاتل عليه، كأنه هاهنا بمنزلة المغصوب. احنا عندنا أن العبد من أهل القتال فيسهم له، ويكون لسيده سهم المثل، يقول لسيده إيش؟ سهم المثل على الراجح الصحيح في هذا. لو العبد أخذ أو العبد أو راح لسيده كله راح لسيده، ما انتهى ما، لكن بيؤصل على التوزيع بس. ممكن يقول يؤصل على ياخذ اصلا ولا ما ياخذش، بيؤصل على التوزيع. قال فصل ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمه الا ان ينفل بعضهم من الغنيمه نفلا على ما ذكرنا في الامثال، فاما غير ذلك فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما وسوى بينهم. يعني هذه المسألة يقول فيها هل يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض؟ الحق أن الغنائم تولى قسمتها من؟ الله جل وعلا. فلذلك نقول القسمة لو كان فيها التفضيل على غير العمل فإنه سيوحش القلوب، ولما تولى الله القسمة جعلها على السواسية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهم وللفارس للفرس جعل الفرس سهمين وجعل الفارس سهما، وهذا مستوى العدل على الجميع، ولأنهم اشتركوا جميعا في جلب الغنيمة لذلك يسوى بينهم في العطية. نعم. قال ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فتجب التسوية كسائر الشركة. جزاكم الله خير. نقف عند هذا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.